مستعد يا أديان؟ نارلي، أيمكنني اصطحاب صديق معي؟ مرحبا نينو، سوف أعود لمتحف جرادن. هل تريد مرافقتي هذه المرة؟ أجل، بالطبع سوف أتي. في الواقع سؤال يا مان، لحظة، هل يمكن أن ترافقنا؟ هل دعوت صديقين؟ لحظة، مرحبا مارينيت، سنذهب مع نينو إلى متحف السماء. إدريان قد دعانا. لكن لا تقولي لا، نحن قادمان، ليس لديك خيار. أيمكن لمارينيت الحضور؟ وربما عندما الاثنين وربما تحدق في التماثيل، وهي تحب التماثيل، وطبعا بالطبع هذا مثالي لأن المتحف مليء بها. هل جعلناهم ثلاثة؟ ولكن مارينيت، ماذا عن زي البطل الخارق؟ الجميع لا يهتمون لأمري. أنا آسفة، سوف أعتني بمنون اليوم، اذهبوا بدوني. ماذا عن أربعة أو ثلاثة ونصف؟ سأحاول.